الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. علاش الخطر في تونس احنا برشا نحكيو على ديجيتاليزاسيون ونيميريزاسيون الى اخره يعني، ولكن سيتي فيدون اللي ثم مشاكل يعني دون لو سونس اللي الناس مش قاعد تشوفها بطريقه ملموسه يعني، في وماش قاعد تبدلها في حياتها وتسيتيرا، وقاعد تشوف ان في بلدان اخرين قاعدين يقدموا خير منا والخدمات قاعده تحسن الى اخره، دونك ثم اشكاليات. وشفنا في الندوه هذه ان بدينا نطرحوا بالحق في الاشكاليات، منها ثقافه الاداره، منها يعني اشكاليه التغيير باش نتحولوا معناها من الوضع الاداري التقليدي للوضع الاداري يعني مراقبا الى اخره. دونك انا جو بونس حاجه مهمه برشا ان صارت الندوه هذه، واكيد يعني كما شفتوا مدام خوري العبيدي مديره المدرسه الاولى للاداره حكيت في الاخر، قالت انهم عندهم يعني بعض المشاريع كما هذا مختبر الانوفاسيون، هذا الانوفيشن لاب اللي يعملوا فيه مع الكلود، وانا نتصور ان هذا ممكن يكون حل لادماج ذوما الحلول الجديده هذه اللي تسمح للاداره باش تحول الى رقمنة حقيقيه تخدم المواطن. اللقاء اليوم هو في اطار مساهمه المدرسه الوطنيه الاداره في المجهود الوطني. كما تعرف تونس تنظم قمه الفرنكوفونيه بجزيره جربه، والمدرسه الوطنيه حاولت انها تساهم في هذا المجهود بتنظيم هذا اللقاء على هامش القمه. اليوم اللقاء نتاعنا يتمثل حول محور هام عنده اولويه قصوى على المستوى الوطني وحتى على المستوى الدولي، هي تطوير التكوين التحول الرقمي ومشاركه الشباب في هذا المجال. اليوم شاركوا مع المدرسة الوطنية الإدارة بعض الشركاء الأجانب في الفضاء الفرنكوفوني، وكذلك بعض الشركاء الوطنيين على مستوى المؤسسات والهيكل العمومية. فشارك معنا اليوم رئيس جامعة سانغور للفرنكوفونية، وكذلك مدير عام المؤسسة العلوم الإدارية ببلجيكيا، وكذلك كانوا معنا ضيوف لتقديم التجربة التونسية الرائدة في مجال التكوين وتطوير الكفاءات وكذلك التحول الرقمي في التكوين ومشاركة الشباب، الرئيس جامعة تونس الافتراضية، وكذلك ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك عن وزارة الشباب والرياضة، وكذلك عن وزارة التشغيل والتكوين المهني. الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة.